تستقبل بحب كبير. نعم زيلر اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. نربط وينك في فلسطين؟ والله نغير ربي. كهو 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 هذيك اللي تنجم في نغير ربي ونعطي اللي عندي بالسوشيال ميديا. مي ريال مون ما نجمتش نخرج كلام في الموسيقى. ما لقيتش منقول. علاش؟ او غيرك لقى ما يقول؟ غيري لقى ما يقول. انا ما لقيتش منقول. عجزت انت وقت اللي غيرك لقى؟ عجزت. شو نقص في الالهام؟ نقص في ما هوش نقص او الا نفسيا؟ مش نفسيا الحقيقه. نتاع ربي ما نكذبش عليك، حاولت اما ما نجمتش. يقول لك اليوم الراب تعمل من اجل مواقف كيما هكا. صحيح. هذا اليوم علاش ما رابوريت لانهم هما اللي يتكلموا بلسان الشعب. اليوم لما انت في مرحله تاريخيه كبيره كيما هكا، وقتها تعرف الرابور الصحيح من الرابور اللي ماهوش صحيح. ميريال مو هادي، انا مانيش رابور. كان تحب توصل معايا الحاجه هذيك، انا مانيش رابور. مالا شو انا ارتست نغني نرابي. عندك قضيه؟ ما عنديش قضيه. ما عندكش قضيه؟ ميريال مو قضيه فلسطين مش قضيتي انا ولا قضيتك انت ولا قضيته هو. قضيتنا احنا. اي قضيتنا احنا بما فيها انا. سامحني 50 60 سنه التالي ما كانش فما سوشيال ميديا. كان فما ربي سبحانه قهو. اي دونك انا نقوم وقت نصلي سامحني هادي وقت نصلي انا الصباح وفي الظهر وفي العصر ندعي ربي نقول يا ربي. ما هو مش بالدعاء فقط تتحرر الشعوب. بالدعاء بالسوشيال ميديا باللي تحب انت. الجندي يحارب، المعلم يقري ويغرس، والرابور يتكلم. والرابور يتكلم. اتكلمت وينك؟ ما شفتش ستورياتي؟ مش بستوريات. تكلمت. انت ماكش انستغرام. تكلمت وقت اللي فما بروجي صار دانييرمون واللي انا بالرسمي عجبني، ما تفهمت. جا فيه ديز ارتيست من العالم العربي الكل. ما كلمني حد، قال لي ما تصب. فهمت. تقلقت انك ما تقلقتش؟ علاش باش نتقلق؟ قلت لك عجبني البروجي. فهمت. ومسني مسنا الكل ريالمون. ما تقلقتش. هبطت غنية سميتها سيرين. السؤال اللي تسأل وقته برشا فنانين أجلوا. أنا الحقيقة متاع ربي الدات متاع الهبوط تاع سيرين كان بروغرامي من قبل 3 شهور. فهمت. دونك أنا شوي توا معناتها مصحح وعندي التزامات. فهمت. التزامات ديجا قديمة برشا. فهمت. هذه مصح على ألبوم عندي التزامات. ما تريتو التراك سيرين سيتي بروغرامي دوبوي 6 موا ولا 7 شهور. هي ما كي تصير الأحداث نجم نوخر نقدم. أنا وقت اللي صارت قبل الأحداث تاع فلسطين صارت الأحداث تاع المغرب. أجلت شهر كامل. وأحداث فلسطين أعمق وتوجع أكثر. وقت اللي هبطت أنا قبل ما تصير فلسطين هاتي، قبل ما تبدأ معناتها الواحدة. من بعد عندي تراك حاضر، عندي ألبوم حاضر، ما هبط حد شيء. خطر ما نجم ما يعطينيش قلبي نهبط. انت هبط نهار 13 أكتوبر. لا أنا نسيت الحقيقة. قلتش هبط نهار 13 أكتوبر 13 أكتوبر. والأحداث بدأت 7 أكتوبر. مانيش نتبع سبيسيفيك. ما أصور عليهش عندي أنا في حياتي ما كانش عندي أكسل تليفون جملة. أما كيما قلت لك 13 أكتوبر سيتي بريفو من قبل 6 شهور ولا 7 شهور. باهي. الغنية تتظلم بحاجات كيما هكا؟ تحب ريال تحب الحقيقة ما يهمنيش. خاطر أنه الغنية تتظلم ولا ما تتظلمش في قالب نتاع معناتها هكا كيما تقول أنت صاير في العالم، ما عادش يهمني غنيتي أنا شنو باش تعمل. فهمت. يسوفي هبطت على روحها. وليت بالرسمي قلبي ما يعطينيش اني نبارطاجيها على انستغرام. فهمت. نبارطاجيها مره سوب بريسيون من لابيل نتاعي ومن بعد نقول ليه مانيش نبارطاجي. بيني وبين روحي انا كانسان نقول لازم بنا وجه باش تبارطاجي. فهمت. وساعات نبارطاجي ساعات ليه. باه في الغنية تقول دور عليا بلاش. حبوا يدوروا عليا بلاش سيرين. بلاش سيرين. تونس فيها برشا فيرين. كلاش. تونس فيها برشا فيران. معاك. كلاش. ماهوش كلاش. وفيها برشا قطاطس وفيها سيوده وفيها لا تونس فيها برشا فيران. مش قطاطس، فيران. اي
اما انت والرابريت يعرفوا ايش معناها فيران، نتصور انت تعرف ايش معناها فار. والله لا فار معناتها من عرش الانسان الفار هو شنو؟ از ا رات از ا سنيتش، العبد اللي كان انت حتى ما عندك حتى حاجه تولي عندك حاجه. هذا الفار معناتها هذا الفار انه هو عنده حتى شيء ولي عنده. الفار يردك انت عندك حاجه وقت انت ما عندك حتى شيء، هذاك شمعني فار. ما فهمتش كيفاش تعبني افسر لك. معناتها نعرف ان الفار معناتها هو مش فار حيوان، مانيش نحكي على الفار، انا طاك انا بار ماوس هادي، نحكي لك فار معناتها في لغه الراب، في لغه تونس، في لغه العالم. When you say a rat بالانجلي سيكو عبد معناتها قوي يتحشاك حشا اللي يسمع. كي نقولوا فار زادا في تونس سيكو قوي، ما نقولش فار معناتها فار. اي It's a metaphor. وهذا في الراب بالاساس. ما دام كنت رابر تحكي على الوسط. نو نحكي في تونس. بصفة عامة. قلت تونس فيها برشا فيها. باهي. الحاجة الباهية انه وليت برشا ترابي بالتونسي. قبل كنت برشا انجليز. وقتاش قبل؟ في البدايات. هذيك حاجة مشيت. اي اي. السؤال هو شو اللي خلاك تعمل هالنقلة هذه؟ جيتي اوبليجي، كنت كان مفروض عليا. ما فهمت في كتير كيفاش باش نخاطب انا شعب بلغه غير لغته. تكتب انت بالتونسي وتخمم بالانجلي والا ليه؟ انا اخمم بالانجلي، انا تونسي راني 100% تونسي، امي تونسيه بابا تونسي، مولود في زغوان فهمت. اما لقيت روحي نعبر بالانجلي خير خير. هذا هو اسيرتان ماما، وحبيت نتبع حلمتي من الاول. ما كانش في ما كنتش نعرف اللي لازم فما تضحيات لازم تعملهم. ما كنتش نعرف الحاجه هذيك قبل، دونك كسحت راسي وقلت ليه باش نوصل بالحاجه اللي نعرف فيها. انا من بعد حطيت روحي وحدي قلت ركز، اكتب بالعربي، عامل جمهور بالعربي، خلي التوانسه يحبوك، خلي المغاربه يحبوك، خلي الجزائريه يحبوك، هذاك الباب نتاعك. ومن بعد اذا كان فما امكانيه انك تخرج لبرا ما فماش علاش نقولوا لا. خلينا نسمع مقطع من سيرين اللي حتى لتو عامله نص مليون مشاهده. دونك الاغنيه هذه خدمتها فيت مع مغربي كوزان قدم له تحيه كوزان. دونك نامزيلر كوزان سيرين نامزيلر موزيكا فيم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نامزيلر، المرتبة بين المرتبتين بالنسبة للفنان تقلق، مكش نكرة ومكش الميجا سوبر ستار في التوب فايف. دونك بالأرقام نتكلم، أما في الموسيقى بطبيعة حتى حد من نجم يقيمك أكاديميا، الموهبة بتاعك حتى حد من نجم يشك فيها. المرتبة هذه تقلقك الوضعية هذه؟ مكش جديد، مكش موهبة، ومكش بك ثلاثة الأولانين، تقلق هذي؟ تحب صراحة أنت تحب نكون معك صريح 100%. صريح ما يقلقنيش أني نكون من الخمسة الأولانيين ولا من الثلاثة الأولانيين، خاطر دارنيير مو اكتشفت اللي ماهيش هذاك الدومين، ماهوش تيرام تاعي. ماهوش تيرام تاعي. مش أنت تعمل موزيكا باش تلم أكثر عدد ممكن من الجمهور، يسمعوك أكثر عدد من الناس، تأثر في ناس؟ نلم جمهور هذيك حاجة، وأني نكون تابع توب 5 حاجة أخرى. ما هو هذاك هو التوب 5 هو عدد الجمهور اللي يجيك اليوم. هذيك علاش خاطر الناس كلها تحسبها ارقام. هذه ما هي ارقام، هي ماهيش ارقام، هي انا فما ارقام تنجم. انا فما ارتيست يفوتني بمينيموم 5 ملايين ابوني يقعد بحذاه يشدو التراك عادي. هذيك مشكله في شخصيته هو. لا مشكله في شخصيته هو، هذيك ماهيش مشكله في شخصيته هو، اللي تبدا شخصيته هو مريقله. كيفاش هو يشدو التراك؟ يشدو التراك خاطر ارتستيكمون انا حاجه اخرى به. وهو اذا كان هو اضعف منك باش تفسر انه هو يعمل جمهور اكثر منك، واذا كان انت ارتستيكمون اقوى منه كيفاش ارتيست يلم جمهور والجمهور يحبه؟ هذا حاجه خارجه مني انا، جمله ما نجمش نحكم عليها وما نجمش كيفاش نقول. باش نجي نقول لك كيفاش عندك برشا جمهور كيفاش انا ما عنديش. انا نعتبر مثلا في الغرب مثلا انا نعتبر انه كيندريك لومار متميز اكثر بمليار مره من دريك مثلا. ما نتقارنوش مثلا انا قاعد نقارن فيه، ما نتقارنوش متميز، لكن نجاح دريك تجاريا وتسويقيا اعلى برشا من كيندريك لامار. علاش؟ خاطر كيندريك لامار الاسم مريقل
يقعد بالعشر سنين ما يهبط حد شيء وكي هبط ينجح يقعد ينجح ما يتيحش. فهمت؟ ودري كيف كيف خدم أنا ضم العبيد اللي تتحكي عليهم نتبع فيهم بيان. هني قلت لك معناتها أنا قلت لك اليوم لو نخرج من تونس ومن فما فالور سمحني فما فالور. أما اليوم دريك دريك سومو أعلى في المرشي حفلته أقوى ثروته أعلى مساجته توصل أكثر نوتوريتي بتاعه أقوى جوايزه أكثر من علما وأني أنا نعتبر أنه في الموهبة ورأي خلنا نعتبره من أكثر الأراء تواضعا في العالم أنه كندريك لامار موهوب مليار برا أكثر من دريك. أما دريك يتحط قدام كندريك لامار معناتها يعطيه القدر متاعه ويشدوا التراك كما كنت نقول لك بكري معناتها فهمت خاطر ماهيش نوامر. خلنا نعمل معاك لعبة. لا باش نشوف عندك الشجاعة ولا لا. عندي مثلا عندك شجاعة نجم بدل الموسيقى عندك شجاعة نام زيلر تصرح كما صرح ستو كما صرح شكون ستو شكون ستو ستو تعرفوش لا نعرفه نعرفه اما شصرح مش كمل التصريح يقول انا فان بعلي ونعتبر انه سمارة هو الانجح حاليا هل انت عندك شجاعة باش تقول تصريح كيما هكا ما انت تقول انا انت باش تكون فان رابر تونسي وشكون تعتبره الانجح حاليا خليلي شويه وقت تخمم في الجواب لا 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 ما يلزمش تخمم اسمعني لحظه ما يلزمش تخمم اغزر لي مش مازال لي 5 دقائق في عمر إن البرنامج انه سماره هو الانجح هذيك واقعه ما نجمش انا ننكرها واضح وبالعكس فرحان فهمت خاطر انا خلطت سماره بيان ونعرفوا باش تعدى وانت بيان تعرف باش تعدى نعرفكم كلكم باش تعديت لا هو اكزاكتلي نعرفكم الكل باش تعدى فما 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 مراحل فما عباد تعديت بحاجات فما عباد ما تعديتش نعرفكم الكل فما رابوريت فما رابوريت ما تعديت بحد شيء نعرفكم الكل باش تعديتوا فما رابوريت ما تعديت بحد شيء حتى اللي متعدى بحتى شيء راه تعدى بحاجات يمكن ما تعرفيش بالنسبه لي انا ما تعدى بحد شيء انت تعديت بحاجه انا انا تعديت بحاجات واضح انا الحاجات اللي نتعدى بهم نحكيهم والحاجات اللي ما تحكيهم شو وصلوا سمارة سمارة هو الأنجح تو في تونس هذه حاجة ما نجمش ننكرها وهذه حاجة بالعكس فرحانة لخطر كما قلت لك دونك عندك شجاعة باش تقولها عندي شجاعة باش نقول سمارة اللي هو الأنجح أما إني إنه يقول إنه فان بعلي ما الحقيقة تفرجت اسمه أنا صريح ما أنت تقول به يعني نحكي معك صريحة ما مكش ديركت يعني نحكي معك خليني نكمل انك تقول انك فان بعلي انا اسرت مومو صراحه في وقت ما كنت فان بعلي كنت جدي بيان كنت علاش جدي بيان كنت على خاطر وقت اللي كنت الانسان هذاك معناتها نغزر له بيان وكل شيء وفان وقت اللي صار بيناتنا الكونتاكت ما كانش فريندلي برشا ما كانش ودي العيب من شكون منك انت لا مني لا منه ولا منه ولا من الظروف اللي تحطيته فيها من الظروف ما الظروف exactly. لا يتحملها هو اكزاكتومون اش قلت اي به اما ما عجبتنيش الحقيقه اي الظروف هذيك لا مش مش ما عجبتنيش منه ما تو نحكيوا على ستو ما عجبتكش من ستو كيفاش قال انا فان بعلي ما عجبتنيش علاش انت فان بشكون انا فان بروحي وشكون من الرابرات اللي موجودين مانيش مانيش نكاورو فرد بلاصة هل عندك شجاعة كيما فريد الاكستران خيرو نجم تهبط غنية ممكن الغنية هذيك تدخلك الحبس انا حابو يدخلوني الحبس من غير غنيات خلي كان هبط غنية علاش دونك انا مذابية ديما معناتها كي واحد يشد ببوشته ويقعد رايض الرابور ما يشدش ببوشته انا مانيش رابور قلت لك والفنان الملتزم مش الفنان يشد ببوشته لا بيشد الرابور ما يشدش ببوشته يمكن الخبزيست يشد ببوشته الفنان مانيش خبزيست انا الخبزيست هو اللي يشد ببوشته معناتها احمد فؤاد نجم فنان فنان ما نربح شيء هادي من المشاكل هذا واضح علاش حابوا يدخلوك الحبس من غير غناية ما يقولوا عليا في حاجات انا عمري بالعمر ما عملتها ما نجمش نقول لك بالضبط شنو هي اما باهي وتحب نقول لك حاجه اخرى لحظه هما يتفرجوا فيا هذو كلهم معناتها اولاد بلادي زغوان اللي انا خرجت منها الكل اكيد لا مش الكل هادي فوالا فوالا مانيش ناقم راني باهي معناتها كي تقول لي زغوان نقول لك الكل اكيد انه شوف فئه صغيره زغوان كعبات فئه صغيره من زغوان فئه صغيره من زغوان تقول فئه صغيره الفئه الصغيره اللي تحكي عليها انت هي العباد اللي معناتها خالطوني
اللي خالتك مو فما شكون يكلمك يتكلم فيك من غيره يقول لك علاش هو طلع وانا ما طلعتش، فما شكون يقول لك انا نعرفه توا ما قاليش صباح الخير وانت ما قلت لي انا صباح الخير نقولها ونبوس من الراس. اي نهار اللي ما تقول صباح الخير ما تبوسش من الراس تولي مذنب. اكزاكتو هذيك المشكله، وانا بالرسمي وقتها نولي مانيش مسؤول. فوالا عادي معناتها ما اما غاضتني الحقيقه ما نكتبش عليك. هل تنجم وعندك الشجاعه كما ارماستا تعمل فيتات مع فنانين شعبيين؟ شعبيين ما عنديش ليميت في الفيتورينج. باه كيما كازو تعمل اغاني رومانسيه؟ عاد ديجا نعمل في اغاني رومانسيه من قبل كازو. علاه من قبل كازو؟ لا كازو قبلك. رجع شوف لي هاني هاني تو هاني صلحت. هذا ماهوش كلاش الكازو، كازو خويا وصاحبي راهو كاري. انا نحكي في التاريخ واقع هكا عندك كل شيء. عندي عندي برا شوف هاني قلت لك كازو قبل شوف بس عاود شوف. ونسيت نقول لك حاجه، اللي ضرب برشا بالراب الرومانسي كازو خويا وعشيري وافيك بليزير وفرحان له مش نورمال. كيما قلت لك امور نوامر هادي راني بالرسمي نفرح للعباد. بلينغوس وكلاي تنجم تعمل حاجه بساعه؟ كيفاش؟ كيما بلينغوس وكلاي تعمل حاجه بساعه غنيه بساعه. عجبتني الفازه نتاعهم وما الحقيقه نتاع ربي ما نعملش فازه بساعه. علاش؟ هكاك ما تنجمش؟ لا مش ما نجمش. مالا؟ ما نحبش. علاش؟ ما نحبش. الحب مو فيه تفسير، علاش ما تحبش؟ ما نحبش خاطر مانيش نشوف في خاطر ماهيش كومبيتيسيون. كي هما عملوا تراك بساعة معناتها شابو يعطيهم الصح. شكون معناتها باش نجي أنا نعمل تراك بساعة وربع باش نجي نطيح عليهم ولا ما فهمتش؟ كيما جنجون تنجم تعمل جينيريك مسلسل وتمثل زادة ولا لا؟ إيه أنا ممثل. أنا ممثل. أنا وقت اللي اليوم قداش مثلت عليا؟ استنى عليك أنت؟ جملة واضح. وكنت حب نلعب ولعبة نجرب نمثل عليك تو بالرسمي تعرف وقتاش نمثل وقتاش. خليها الحصة الجاية تو زدنا خلينا نكمل لك. قلت لك حطيت كليباتي وليت نعمل فيهم ساعات سينيماتيك باش نخرج الحاجة اللي نحب أنا كنت نعملها اللي هي التمثيل في كليباتي أنا. معناتها مانيش طالب معناتها فهمت؟ بعد سيرين فما حاجة جديدة جاية ولا لا؟ ما عندي ألبوم كامل. ألبوم كامل وقتاش يبدا يهبط؟ بدا دونك سيرين بدا قبل سيرين بزوز تراكات وباش يقعد يهبط فما ديزيكستري فما 7 ولا 8 ديزيكستري ومن بعد يهبط الألبوم كامل إن شاء الله. معناتها الألبوم يقعد معانا حتى 2024 اكزاكتومون. ندخلوا في الأشهر الأولى متاع 2024 في انتظار الألبوم الجديد ولا اكزاكتومون؟ فما فيتات؟ فما. مع شكون؟ البروغرام تاعي انا اللي بديت نخدم عليه عندي عامين اللي هو كل عام باش نمشي انا البلاد وناخذ ارتيست من التوب 5 من البلاد هذيك باش نبرهن اللي نوامر ماهيش كل شيء. وقت اللي ارتيست يفوتني انا بمينيموم ب 4 ملايين ابوني نمشي ونصور ونفيت ونهبط عندي وقت اللي غيري ما ينجمش اللي هو اكثر مني بالنوامر. واضح. هذاك الهدف متاعي يعني عندي انا عملت تزاير فلان عملت مروك كوزان مازال عندي ايطاليا مازال عندي فرنسا مازال عندي المانيا مازال عندي مصر كيما قلت لك البلوم تاع 5 سنين هذاك اللي قاعد نعمل فيه ان شاء الله. نمشي لعيالك الصحه ان شاء الله. نشكرك برشا بالنجاح والتوفيق.